العاشر من الحزب والمؤتمر الحادي عشر الذي سينعقد بعد أيام معدودات، والتفكير في التحديات السياسية المطروحة على الاتحاد الاشتراكي ومجمل الصف التقدمي بعد النتائج الانتخابية الأخيرة، جعل المكتب السياسي للحزب يخلص إلى أولا تتمين التطورات التنظيمية التي تواترت في مرحلة تولي الكاتب الأول الأستاذ إدريس الجهر مسؤولية الكتابة الأولى للحزب والمتسمة بالتوسع التنظيمي وفتح فروع جديدة وتفعيل آليات المصالحة الداخلية وإطلاق ديناميات في مختلف الأجهزة الحزبية والمنظمات الموازية. ثانيا الاعتزاز بكل المناضلات ومناضلي الحزب في المواقع القيادية والقاعدية الذين ساهموا خلال الخمس سنوات الأخيرة في هذا الانبعاث الاتحادي الذي ترجم توسعا تنظيميا ونجاحا انتخابيا، وبناء عليه نعتبر أن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي أخلاقيا أن يكون الترشح لعضوية أي جهاز حزبي مرتبط باحترام الحزب ومؤسساته ومناضلاته ومناضليه، وأساسا بتفعيل مسؤولية العضوية الحزبية التي تقتضي العمل داخل مؤسسات وأجهزة الحزب، فليست ثمة حقوق في أي مجال مفصولة عن أداء الواجبات. ثالثا رفض كل التهجمات والحملات الممنهجة ضد الحزب وكاتبه الأول وقيادته ومنتخبيه ومناضليه، وهي تهجمات ابتدأت قبل الانتخابات في مسعى لإضعاف الحزب وازدادت حدتها بمناسبة اقتراب المؤتمر الحادي عشر للحزب. ونعتبر أن احترام كل الآراء والمواقف يجب أن يسود العلاقات البينية الاتحادية، ولكن نعتبر كذلك أن ممارسة النقد والاختلاف يجب أن يكون داخل المؤسسة الحزبية وأن تكون الكلمة الأخيرة للاتحاديات والاتحادين داخل مؤسساتهم. وارتباطا بما سبق وبالنظر للعمل الكبير الذي حققته القيادة الحالية للاتحاد ورغبة في الحفاظ على هذه المكتسبات التنظيمية والسياسية وسعيا إلى المراكمة على هذه المكتسبات، فإن عضوات وأعضاء المكتب السياسي يعتقدون أن المؤتمر المقبل يجب أن يكون محطة لترصيد ومراكمة هذه المكتسبات والعمل على تطويرها من أجل أن يتبوأ حزبنا المكانة التي يستحقها والتي نطمح أن تجعله يحتل ريادة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأن كل الدعوات التي تنادي بالقطيعة مع ما تم إنجازه تفتقد للمعقولية وتقع على النقيض بمصلحة الاتحاد الاشتراكي في هذه المرحلة. ويعتبر عضوات أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن التحديات المطروحة على الحزب تجعل تطوير الأداة الحزبية مرتبطا بالاستمرار على قاعدة التراكم الإيجابي لا على القطائع التنظيمية والسياسية والتصورية غير المنتجة، وتأسيسا على ما عاشه عضوات وأعضاء المكتب السياسي خلال تدبير الحزب تحت قيادة الكاتب الأول الأستاذ إدريس الجهر وخصوصا في المحطات الحرجة والمفصلية والتي يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال إلى الحصر الفترة عقب نتائج انتخابات 2016 مرحلة الجائحة، وخصوصا عند بداية تطبيق مقتضيات القانون بمثابة مرسوم الذي أقر حالة الطوارئ الصحية لحظة الاستحقاقات الانتخابية والتي كانت مسبوقة ومتخللة بهجوم ممنهج على قيادة الحزب ومرشحين. وبالنظر إلى ما تحقق على المستويات التنظيمية والسياسية والانتخابية والترافعية في علاقة بسيادة علاقات بينية بين عضوات وأعضاء مختلف الأجهزة الحزبية وفي علاقة هؤلاء العضوات والأعضاء بمؤسسات الكتابة الأولى وشخص الكاتب الأول، وهي العلاقة المطبوعة بالاحترام المتبادل وانسيابية التواصل والتواضع النبيل وتدبير الاختلاف بما يسمح له أن يكون منتجا مما أحدث من نوع من الدينامية في مختلف المفاصل وهياكل الحزب، وهي الدينامية التي تمت ترجمتها انتخابيا بتقدم في النتائج بنسبة 70%. بالنظر لكل هذه الحيثيات فإن عضوات أعضاء المكتب السياسي يتشبثون بترصيد المكتسبات التي تحققت بقيادة أخينا الكاتب الأول والمكتب السياسي الذي اقتسم معه القرار والتنفيذ، ويعتبرون أن القيادة ستقدم حصيلتها للمؤتمر وتعرضها للنقد والمحاسبة خلال أشغاله
كما أن أخلاق المسؤولية تفرض علينا التحلي بالروح الجماعي للدفاع عن المرحلة والترافع عن حصيلتها، مما يخول لنا سياسيا تقديم مرشح للقيادة المقبلة للاستجابة للنداء الداخلي الملح الذي عبرت عنه مؤسسات الحزب ومناضليه ومناضلاته، ترسيدا لما تم بناؤه تنظيميا وسياسيا. ويؤكدون أن التعبير العملي لذلك هو أن يتجاوب الأخ دريس الجكر مع طلبات التنظيمات والمناضلين ونحن ضمنهم إلى تقديم ترشيحه لتحمل المسؤولية مجددا.